مشروع بدأ بالتعاون بين دول المنطقة خاصة نيجيريا والنيجر والجزائر. فيه عمل دراسة جدوى قمنا بها مع بنك فيما يخص هذه الدراسات. هذه الدراسة اكتملت وهي موجودة على مستوى الشركات هذه ثلاث البلدان. اليوم تبقى بعض المشاورات فيما يخص جدوى هذا المشروع، لأنه الجدوى تتعلق أولا بالطلب على الغاز، ولأنه لازم يكون عندنا أنه الغاز لما انطلقنا في هذا الدراسة تقريب في بين سنة 2010 و 2015 الطلب كان طلب كبير جدا في السوق الأوروبية. الأسعار متذبذبة لما نشوفها على المستوى 10 سنوات، شهدنا أنه كما الفترة هذه مستوى 18-19 دولار للوحدة الحرارية، السنة الماضية شهدنا أقل من 1 دولار، وهذا يؤثر على اتخاذ القرار. لكن على المستوى راح يكون فيه دراسات جدوى تاع السوق، وهي اللي تخلي الأطراف تتخذ القرار النهائي للاستثمار. الدراسة التقنية موجودة، منطقة عبور الخط الأنابيب موجود، يعني كل الدراسات التقنية منتهية، يعني موجودة. بقي الجدوى يعني الاقتصادية اللي هي متعلقة خاصة بالطلب والعرض والأسعار. السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع الغاز الجزائري والطريقة التي سوف يصدر بها إلى أوروبا عبر إسبانيا وكذلك عبر إيطاليا، لأنه فيه مشروع راه قيد الإنشاء مع إيطاليا. إذن نشوف دوك نسرد لكم كل المستجدات الجديدة، يعني واش طرأ في الموضوع نتاع الغاز على ضوء واش صرا مع المغرب وقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب الأقصى، نتيجة للتفاهات والتعنت نتاع المخزن في الهروب إلى الأمام فيما يخص بقضية الصحراء الغربية، وكذلك فيما يخص الخيانات اللي أصبحت معروفة الآن منذ أن وجدت الجزائر. إذن جديد كان ثلاث أمور جديدة. النقطة الأولى هي أنه الجزائر قررت الاستغناء عن قناة الميدغاز اللي كانت تمر على المروك باتجاه إسبانيا. النقطة الثانية هي أنه فيه سوف يفتح عن قريب في الأشهر أو السنة سنتين المقبلتين أنبوب جديد لا يمر على تونس ويذهب مباشرة إلى إيطاليا بدون ما يمر على تونس، مع الإبقاء على الأنبوب اللي يمر على تونس. إذن يولو عندنا زوج أنابيب باتجاه إيطاليا والأنبوب باتجاه إسبانيا مباشرة عبر ميناء بني صاف إلى ألميريا بإسبانيا. العنصر الثالث، النقطة الثالثة، وهي المهمة جدا، وهي سوف تكون الضربة القاضية التي سوف تقسم ظهر البعير نتاع المخزن، هي أنه سوف يكون مشروع نتاع إمداد أنبوب غاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر، عبر الصحراء الجزائرية. وهذا مشروع هام جدا، وهذا المشروع هو يجي كجواب لأبواق بعض الأبواق تاع المخزن. أنا لا أتكلم عن الشعب المغربي اللي هو أخونا، لكن الشعب هو ضاحية نتاع السياسة المخزنية والسياسة العلوية الشيعية الموجودة في المغرب الأقصى. إذن الشعب إذا كان يلوم ما يلومش الجزائر،
والجزائريين يلوم المهلكة اللي راه فيها، وينوم السياسة البرواطية نتاع برويطة اللي أتى على الأخضر واليابس مع جيرانه في موريتانيا والجزائر وأسبانيا واليمن وإيران وألمانيا، هرد كاع الحالة هذا سي برويطة من أجل إسرائيل. إذن نعود للمشروع الجديد اللي دراسات حسب خبراء نتاع سوناتراك وخبراء من شركات نتاع نيجيريا، دراسات أكدت أن على جدية المشروع اللي يربط الغاز نتاع نيجيريا بالصحراء نتاع الجزائر نحو أوروبا. وهذا نأكد للجميع أنه هذا المشروع هو مفيد للجزائر ب100%، 1000% أكثر من أن نبيع الغاز الجزائري، لأنه الجزء نتاع الجزائر فيه يعني الطول نتاع الأنبوب نتاع نيجيريا نحو أوروبا فيه 2200 كيلومتر، من حدود من أقصى الحدود مع مالي إلى موانئ الشمال في الجزائر. هذا البعد مش غير حتى لتمن راست، حتى للحدود. إذن عندنا حوالي 2200 كيلومتر، وهذا 2200 كيلومتر أنابيب سوف تدر أموال فوائد كبيرة جدا للخزينة العمومية بسبب كراء الأنبوب. يعني هذه الأمور متعامل بها في جميع دول العالم، كما احنا نخلصوا تونس، وكنا نخلصوا المغرب، ونخلصوا إيطاليا، على بسبب أن البترول الغاز يمر على أنابيب موجودة في البحر، وهذاك الأنبوب الموجود في البحر تمتلكه إيطاليا، وفي الجهة الغربية تمتلكه إسبانيا لأنها هي اللي قامت بالأشغال. إذن الجزائر تخلص على هذيك الأنابيب اللي مر منها الغاز، وحنا نعمل نفس الشيء، ندير نفس الشيء مع نيجيريا، حيث أن الأنبوب هذا يمر على حوالي 2200 كيلومتر وأكثر، تقريبا يعني تقريبا نفس أو أكثر من المسافة اللي قد توجد ما بين الجزائر وإيطاليا أو الجزائر وإسبانيا. وثانيا لما يعني من الأسباب اللي تؤدي إلى نجاح هذا المشروع هو أن نيجيريا عندها علاقة جيدة جدا مع الجزائر، عندنا نفس العلاقة مع نفس العلاقة السياسة الخارجية مع نيجيريا. وكذلك احنا نعرفه، وكان اللي ما يعرفش احنا نزيد نأكده، أن دول المحور في إفريقيا ليست لا هي المغرب الأقصى ولا مصر ولا هم يحزنون، الدول المحورية في إفريقيا هي جنوب إفريقيا، نيجيريا والجزائر. هذا هو المحور الأساسي الاقتصادي السياسي القوي في إفريقيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، ثم الجزائر. ونشوف يعني حتى من تحت قضية الصحراء الغربية، نيجيريا وجنوب إفريقيا تتبع نفس النهج كما الجزائر، وهما دولتين يعترفان بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ويعترفان بالجمهورية الصحراوية. نيجيريا من الدول التي تعترف بالصحراء الغربية، وكذلك إفريقيا الجنوبية من الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية. إذن هذا التوافق على الصعيد السياسي راح يكون عامل إيجابي لدفع المشروع هذا إلى التجسيد. وسوف كما كانوا يقولوا بعض الأبواق من المروك، قال لك باللي الغاز تاع نيجيريا راح يمر على الصحراء الغربية ويطلع للمروك.
يعني هذه حكاية ما عندها حتى معنى، لأنه نيجيريا تعترف بجمهورية الصحراء الغربية، وما ت... ما ت... ما ت... ما ت... ما تروحش ت... في مشروع كما هذا تمر الأنابيب نتاع الغاز عبر الصحراء الغربية وتروح تتفاوض مع المروك وهي تعترف بالصحراء الغربية. هذا أمر غير طبيعي، وحتى يعني من الناحية الجغرافية كما نقولوا احنا بالجورية، لا بلي كور شومان اونتر دو بوان سي اون لين دروات. إذن نعاودها بالعربية، أقرب مسافة ما بين نقطتين هو خط مستقيم. ما نقدرش ندير خط يمر على المروك، إذا ما نقدرش نخلي الخط المستقيم ونروح ندير خط ملتوي يمر على ويمر على منطقة هي ديجا في منطقة الصحراء الغربية فيها هي موضوع هي فيها فيها موضوع نتاع تصفية استعمار، موضوع لدى الأمم المتحدة. إذن هذا هو الجواب نتاع الجزائر للمخزن اللي أدى الشعب ديالو إلى المهلكة، واللي ما حبش يعترف بالحدود الجزائرية المغربية، وقعد منذ الاستقلال وهو يطالب بتغيير الحدود، مرة يطالب بالجنوب بتندوف، مرة يطالب بتلمسان، كل مرة وش يطالب عند إلى يومنا هذا لا يعرف أين يتجه. وزاد أكثر من هذا، زاد تعدى على أراضي ليست بدون أدنى حق، يعني ليست له أي علاقة بأرض الصحراء الغربية. يعني يتبع سياسة إسرائيل، نفس السياسة التي تطبقها إسرائيل. وإحنا نعرف جيدا أن إسرائيل هي في صراع ضد الجزائر تستعمل المروك كوسيلة للضغط على الجزائر باش تغير سياستها تجاه فلسطين. هذا هو بيت القصيد، أن الكيان الإسرائيلي، أنا لا أتكلم عن اليهود، دائما نأكد هذه النقطة المهمة جدا، نتكلم على الأنظمة كما نتكلم على الجزائر في الدول العربية، نتكلمش على العرب كشعوب، هما يعني شعوب كأي شعوب في العالم، نتكلم عن الأنظمة، عن الأنظمة التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، هي التي قسمت ودارت دول ودويلات وحطت ملوك ورؤساء وسلاطين على هذه الدويلات، وبقت تتحكم فيها إلى يومنا هذا. هذه نتائج نتاع الإفرازات نتاع الحرب العالمية الثانية، عكس الدولة الجزائرية التي حصلت على استقلالها بقوة الحديد والنار. نحن في الجزائر لو حتى واحد ما جا سينيالنا على الاستقلال، عطانا الاستقلال كما سينيالوا الاستقلال في دول أخرى، دول الجوار ودول في الخليج. إذن نعود للموضوع نتاعنا، هو يعني تلت نقاط المهمة جدا التي سردتها من أول ونعاود نأكد عليها. هي النقطة الأولى أن انتهاء أنبوب الغاز عبر المروك ولن يجدد في شهر أكتوبر، القضية انتهت بعد غلق العلاقات الدبلوماسية. إذن الموضوع هذا خلاص، غلق مغلق. النقطة الثانية هو تسريع إنشاء الخط الجديد
الذي لا يمر على تونس ويروح على ربما على سردينيا ثم إيطاليا. والنقطة الثالثة هي أنه فيه دراسة جدوى تمت من طرف خبراء مع سوناتراك والشريك النيجيري، وخلصت هذه الدراسة إلى جدية موضوع الخط الأنبوب الغاز النيجيري نحو لأوروبا عبر التراب الجزائري. وما ننساش بأن نيجيريا هي ثالث دولة في العالم منتجة للغاز الطبيعي، والغاز عبر الأنبوب عبر الجزائر سيكون أقل تكلفة من الغاز الذي يمر تصدره نيجيريا عبر البواخر نحو شمال أوروبا وأمريكا. إذن هذا هو جوابنا لأعدائنا، وسنرغمهم سنرغمهم بعد الخطوات الدنيئة التي قاموا بها، سنرغمهم على مراجعة حساباتهم. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.